مبروك علينا كلنا تأهل منتخبنا لدور 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية. ماتش مهم طبعا مع منتخب السودان في ديربي وادي النيل امبارح. المباراة انتهت 1-0 لصالح منتخبنا بهدف عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة 35 من الشوط الأول. الحقيقة الفوز في الماتش ده كان مهم جدا عشان نقدر نستعيد الثقة مرة تانية وكمان نحصل على بطاقة التأهل. صحيح كنا منتظرين أهداف بشكل أكتر، فوز بشكل أكبر، أداء يكون أحسن، لكن خلينا نبص للجانب المشرق في الموضوع أن الأداء بيتطور، وده الفوز الثاني على التوالي في البطولة. صعدنا تاني المجموعة بست نقط بعد نيجيريا اللي حصلت على العلامة الكاملة في الثلاث ماتشات اللي لعبتهم. النهاردة بقى كمان إن شاء الله هيتحدد مين المنتخب اللي هيقابلنا في دور 16، لكن أيا كان مين المنتخب فإحنا هدفنا بكل تأكيد هو المنافسة على اللقب والفوز باللقب وأداء مشرف الثلاثة. هل هنقدر نفوز؟ يعني عشان نكون منطقيين الشكل العام مش وحش، مش أفضل شيء ولكن مش وحش. محتاجين تركيز أكتر في الثلث الأخير من الملعب، تسديدات أكثر جدية على مرمى الفريق المنافس، والأهم الأهم روح المنتخب والتجانس اللي كلنا محتاجين نشوفه بشكل أكبر في المباريات اللي جاية، ودعمنا إحنا كمان لفريقنا. مرة تانية ألف مبروك لينا وكل الدعم طبعا لمنتخبنا الوطني والمدير الفني كيروش. كلنا لازم نكون ورا منتخبنا. حسام، احنا عندنا 100 مليون محلل كروي و100 مليون محلل رياضي، فيسبوك كله كان بيتكلم امبارح، منقسمين ما بين ناس مبسوطة بأداء المنتخب وشايفة انه يعني بيتحسن، ناس مش مبسوطة، ناس شايفة ان كارلس كيروش كويس جدا ومدير فني ليه باع طويل وزي ما بيقولوا كده السي في بتاعه مليان انجازات وتقيل، وناس شايفة انه لا، مش يعني من الاخر كده زي ما بيقولوا يعني عارف بيشتغل. بصي، احنا كيروش مسك في تصفيات كاس العالم فرقة كانت بتحقق نتائج بتكسب بس كان أدائها مش جيد. لعب ماتشات تصفيات كأس العالم بشكل جيد جدا ووصلنا إلى المرحلة الفاصلة، وإن شاء الله يوم السبت هيبقى فيه القرعة عشان نعرف إحنا هنلاعب مين رايح جاي عشان نوصل كأس العالم إن شاء الله. أنا مستنية تحليلك أنت بقى شخصيا، فقول لنا تحليلك لماتش امبارح والمنتخب بشكل عام. كارلوس كيروش أول مباراة لعبها في هذه البطولة، خلينا نتعامل مع هذه البطولة. أول ماتش كان قدام نيجيريا وخسرنا بأداء سيء جدا، وكلنا بعد هذه المباراة قلنا بالفم المليان كارلوس كيروش يتحمل الهزيمة كاملة، هو المسؤول عن الهزيمة في هذه المباراة. الماتش الثاني لعبنا غينيا بيساو كان الأداء أفضل من ماتش نيجيريا وكسبنا 1-0، ولو حضراتكم تتذكروا كان في كورتين في القائم، كان في بعض من الهجمات لمنتخب مصر. لو كان الماتش خلص كانت الناس كلها هتقول برافو كيروش، لو كانت الاهداف اللي احنا ضيعناها يعني كان ماتش ممكن يخلص 3-0. سيبكم من الماتشين دول، الماتش بتاع امبارح ماتش السودان، هو المدير الفني لاي فرقه في العالم ايه دوره الاساسي؟ انه يعمل شكل للمنتخب في الملعب، يكون في جمل تكتيكيه مكرره، في طريقه لعب، ويوصل اللعيبه لغايه الربع الاخير في الملعب او خط ال 18. هل ده حصل امبارح؟ حصل امبارح، ما حدش يقدر ينكر ده. الراجل وصل اللعيبه لغايه مرمى منتخب السودان اكتر من مره، لولا تالق حارس مرمى منتخب السودان اللي اتغير في الشوط الثاني كان اسمه محمد مصطفى كان زماننا الشوط الاولاني خارجين مثلا 3-0، ولولا رعونه وتسرع كان في صربعه من الفرقه، اللعيبه عايزه تكسب، كان في بعض من الانانيه من لعيبه في منتخب مصر بدون ذكر اساميهم، كان في يعني لهوجه كده، اللعيبه عايزه تخلص، فخرجنا بنتيجه المباراه 1-0. يبقى كيروش عمل اللي عليه امبارح، وصل اللعيبه لغايه مرمى الخصم، يبقى الراجل عمل اللي عليه امبارح، الباقي عند اللعيبه. تتفق بقى او تختلف مع التشكيل ده نقعد نتكلم فيها لغايه بكره الصبح. الناس كانت عايزه زيزو يبتدي الماتش، ابتدى بعبد الله السعيد، لكنه نزل زيزو. ما تجيش تقول زيزو ليه ما لعبش وينج، لان انت كنت عايز زيزو يلعب صانع العاب. مش هنتكلم في اللعيبه اللي ما خدهاش، احنا بنتكلم في اللعيبه اللي موجوده عشان الناس اللي امبارح اتكلمت قالت ده عبد الله السعيد كان لازم يكون فيه قفشه، قفشه مش موجود في القايمه، احنا بنتعامل مع اللعيبه دي. فنزل زيزو، بعدين طلع مرموش ونزل اللعيب اللي هو عايز يكسبه، واضح ان هو مهم بالنسبه له تريزيجيه. في نهايه المباراه بيأمن خط الوسط، طلع السوليه ونزل حمدي فتحي. مروان حمدي نزل مكان مصطفى محمد، الناس كانت الاهلاويه عايزين محمد شريف، ايا كان بس الراجل وصلك لغايه الجون. فكره بقى الحاجات اللي بتحصل والكلام اللي اتقال قبل المباراه، اللعيبه تنزل وتعمل اللي في دماغها ملهاش دعوه بكلام كارلوس كيروش، ده ما بيحصلش في اي حته في العالم خالص. ما ينفعش نقول للمدرب
او للعيبه عفوا ما تسمعوش كلام المدرب في الملعب، ده كده يبقى يعني فريق بيلعب حكشه ما بيلعبش كره قدم. في واحد مسؤول، واحد عنده سي في تقيل، وكلنا ارتضينا في البدايه وقلنا برافو ان كارلوس كيروش موجود، لكن نفاجئ امبارح مثلا في بعض المتابعات حد بيقول والله فين دور الجهاز المعاون مع كارلوس كيروش. انا مش هقول اسم اللعيب الكبير اللي قال كده لان انا بعزه جدا وبحترمه جدا، يقول الجهاز الفني المعاون لكارلوس كيروش شخصيته ضعيفه قدام كيروش، كيروش شخصيته قويه عليهم وبيعمل اللي في دماغه، فما ينفعش كيروش يبقى منفرد بالراي. طب احنا مش عايزين مدير فني يبقى مسيطر على الفرقه؟ دلوقتي بقى وحش ان الراجل قوي الشخصيه، وبعدها بدقيقتين برضو لما جه الكلام على محمد صلاح واتقال ان محمد صلاح مش موفق امبارح في المباراه، قال بس كارلوس كيروش شخصيته ضعيفه، لو كان شخصيته قويه كان يطلع محمد صلاح. هو شخصيته قويه على الجهاز المعاون بس شخصيته ضعيفه على محمد صلاح؟ يعني في دقيقتين الكلام عكس بعضه للدرجه دي يا جماعه؟ ده المدير الفني لمنتخب مصر. منتخب مصر لعب 3 ماتشات في بطوله لينا باع طويل فيها، لازم نسانده، ما ينفعش نقول للعيبه ده شخصيته ضعيفه ده شخصيته قويه، لا اعملوا اللي في دماغكم. الراجل وصل امبارح بست نقاط بعد نيجيريا، المنتخب الوحيد في البطوله اللي كسب الثلاث ماتشات، حتى صاحب الارض الكاميرون وصل دور ال 16 بسبع نقط، بتعادل الماتش الاخير 2-2. فنيجيريا فرقه ثقيله، احنا لعبنا وحش قدام نيجيريا، لعبنا وحش قدام نيجيريا، بس في نسق تصاعدي في المباريات، ودي اللي بتبقى موجوده عند الفرق اللي بتعرف تلعب البطولات المجمعه ومشهوره عن منتخب مصر. احنا ما بنبقاش شاطرين قوي في التصفيات، لكن في البطولات المغلقه او البطولات المجمعه بيبقى عندنا نسق تصاعدي دايما. وافتكروا قبل كده الماتشات حتى مع كابتن حسن شحاته، ما كناش بنبتدي في الثلاث ماتشات، ما كناش بنبتدي من فوق، بنبتدي مستوى جيد فاعلى فاعلى. ما بقولش ان الفرقه النهارده بتلعب زي فرقه حسن شحاته في 2006 و2008 و2010، لكن احنا في نسق تصاعدي. امبارح اللعيبه بتاعتنا مضيعه كم فرص، مش عايز اقول فرص، اهداف محققه قدام المرمى، في تسرع. ده دور بقى الجهاز الفني والجهاز الاداري انه يتكلموا مع الفرقه، يهدوا اعصابهم، احنا بنكسب وحاطين رجلنا على الارض، لازم تتاكدوا الفرص عشان في ماتشات مش هيبقى عندنا فرص فيها واضحه وصريحه زي ده. الحظ كمان بيخدمنا بشكل جيد جدا جدا، يعني ربنا موفق لنا طريقنا، كنا مش عايزين نطلع تاني عشان ما نلعبش الجزائر. الجزائر مستحيل تطلع اول المجموعه حتى لو كسبت النهارده، لان غينيا الاستوائيه كسبت الجزائر، فاحنا هيبقى قدامنا يا كوت ديفوار يا غينيا الاستوائيه يا سيراليون، ثلاث فرق افريقيه احنا كعبنا عالي عليهم. حتى كوت ديفوار لو طلعت الاول ولعبناها فاحنا كعبنا عالي عليها. يبقى نقف ورا المنتخب، نساند اللعيبه، نساند المدير الفني كارلوس كيروش اللي هو بالتاكيد ما عندوش الفكر اللي ممكن نكون بنقوله هنا. الكلام ده بيحصل في الدوري الدرجه الثانيه والثالثه، ان مدير فني يروح يقول انا هقعد مع الفرقه وهكره مجلس الاداره فيا عشان يمشوني ياخد الشرط الجزائي. الراجل مش هيضحي بسمعته ولا السي في بتاعه التقيل جدا في التدريب على مستوى العالم عشان يجي ياخد مننا الارقام اللي بتتقال 45 مليون، يعني ايه مليون 2 3 مليون دولار؟ اكيد هو كارلوس كيروش مش مستني ال 2 3 مليون دولار عشان يضحي باسمه. الراجل جاي يعمل نتيجه، واي مدير فني عايز يكسب، اتفقت او اختلفت مع طريقه لعبه انت حر، بس في الاخر ما نقولش كلام يضحك الناس علينا ويخلي الصحافه العالميه تقول اصل الناس في مصر بتقول كذا. يا جماعه ده مدرب تقيل اتوفق في ماتشات وما توفقش في ماتشات، نفس الكلام اللي كان بيحصل مثلا مع بيتسو موسيماني في الاهلي، خد بطوله افريقيا بس الناس تقول لا 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 موسيماني لازم يمشي ما خدش الدوري. يا جدع واخد بطولتين دوري ابطال افريقيا، خد ثالث عالم وانت عايز تمشيه عشان ما توفقش في الدوري؟ كارلوس كيروش بيلعبك الماتشات النهائيه في تصفيات كاس العالم وابتدى المستوى يتحسن، فانت عايز تمشي كارلوس كيروش؟ فبالراحه كده منتخبنا منتخب رجاله. موضوع كعبنا عالي عليهم دي عشان احنا لما بنطمن لده بيبقى بيبقى الحظ ما بيلعبش معانا. افريقيا اثبتت تماما ان مفيش فرقه كبيره وفرقه صغيره، احنا شفنا السنغال، في مفاجآت فعلا، السنغال اتعادلت ماتشين وكسبت ماتش بضربه جزاء، يعني ساديو ماني وفرقته اللي هي مرشحه للبطوله جابوا جول واحد في 3 ماتشات بلاش، وتعادلوا ماتشين 0-0. كعبنا عالي يعني لما بنطمن لدي ما اعرفش، في ناس يعني في فرق او في بعض الاشخاص عامه لما تحس ان هي داخله باريحيه بتأدي احسن، وفي العكس
فاحنا احنا بتحصل معانا العكس. ربنا يعني على اي حال زي ما كنا بنتكلم، هو كارلس كروش هو المدير الفني للمنتخب، ليه وجهه نظر في وقت من الاوقات عمل خطوه الحقيقه ما شفناهاش كمان يا حسام، فكره انه طلع لعيبه ما كناش نعرف عنها حاجه، عمل جيل تاني غير الناس الاسامي اللي احنا عارفينهم اللي هي اصلا اسامي معروفه واسامي كبيره وليها كل الاحترام. حد كان يسمع عن عمر كمال؟ يعني طبعا كامل الاحترام ليه، لعيب كبير جدا، حد كان خده في المنتخب؟ ما هو كارلوس كيروش هو اللي جابه المنتخب. عمر مرموش يحترم، محمد عبد المنعم اللي جاب الجون امبارح. طبعا لا احنا يعني احنا مش عايزين بس نكون يعني الحماسه بس تاخدنا قوي، احنا اول ما بنكسب بننسى كل الوحش، بننسى الوحش، واول ما بنخسر بننسى كل الحلو، فما ينفعش، لازم نحط كده زي ما بيقولوا البروز اند كونز، المساوئ والمميزات، ونشوف في تفكير بيحصل من حقه كمدير فني يجرب، واحنا بنشوف في اداء بيتحسن، في اداء بيتحسن، بيتعلم من الاخطاء بتاعته، بيتعلم. فخلينا ورا منتخبنا، بلاش والنبي الحاجات اللي على السوشيال ميديا، لانها بتوصل للعيبه وبتوصل للمدير الفني وبتؤثر بشكل كبير جدا. فمش هينفع نيجي نقول للعيبه لا والله ما تسمعوش كلام المدير الفني، فينزلوا الملعب يسمعوا كلامكم على السوشيال ميديا ونرجع نزعل ونقول لا اصل المدير الفني ملوش لازم. ما ينفعش، ده ما ينفعش. عايزين نخرج لعيبه زي صلاح، شفتوا صلاح في المنتخب في الماتش الاولاني ما كانش بيلعب في مركزه، بس كان سامع كلام المدير الفني بالحرف، حتى لو كان في كلنا قلنا انه في ماتش نيجيريا كان غلط، بس لما يبقى عندنا 10 محمد صلاح ده مش هيحصل غير لما يسمعوا كلام المدير الفني، لان في التزام بالظبط. لكن اقول لا صلاح يعمل اللي هو عايزه في الملعب، لا صلاح لعيب من ضمن 11 لعيب في الملعب، مفيش حاجه اسمها يعمل اللي هو عايزه، في مدير فني بره. على اي حال تاني كل الدعم لمنتخبنا، وان شاء الله باذن الله يفرحنا، وما دام في تحسن ده مؤشر لطيف. على اي حال ان شاء الله باذن الله البطوله تكون لمصر وتكون مصريه. وصباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.